راح ابدا اعمل الاسبريسو عشان نغمس فيه الليدي فينجرز او البسكوت حق التيراميسو. فراح اختار هذا الكبسولة اللي بالبندق، يعني اضيف عليها نكهة بندق وفانيليا. هذه احبها، احب اشربها كل يوم هستخدمها. وهذه عشان حدة القهوة فيها قوية. انتوا تقدروا تستخدموا سريعة الذوبان، اي نوع عندكم قهوة سريعة الذوبان بدل الاسبريسو. انا احتاج كوب ونص، عشان كده طلعت 3 كبسولات. الكبسولة الاولى خليتها تعمل لي نص كوب، وبعدين كل كبسولة لين اوصل للكوب ونص. لين هنا، هنا على النار حطيت قدر فيه شوية موية، ابغاها تغلي عشان راح نطبخ صفار البيض على البخار، على اساس انه ما نبغى نعرضه للحرارة بطريقة مباشرة عشان لا يتخثر ويستوي ويصير زفر. فهنا راح اقسم البيض، يعني اليوم البيض ما حنحتاجه، راح نحتاج بس الصفار. خلاص زي كده مرة صارت الموية تغلي كويس، راح نوطي النار ونخليه بس انه مجرد البخار يخرج. وهنا عندي 6 صفار بيض، راح احط عليها 3/4 الكوب سكر، واذا تحبوا التيراميسو يكون حادي شوية زيادة فاضيفوا كوب كامل، انا احبه حلا يكون واقف فاحط 3/4 كوب سكر. شوفوا راح احطه كده على القدر واخلط. انا افضل بالخلاط الكهرباء، ممكن باليد ترى، بس مرة حتتعبوا، حتفضلوا تخلطوا 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 الين لما تمسكوا الخليط ما تحسوا بحبيبات السكر، لان السكر يدوب في صفار البيض. لاحظوا كيف الخليط شبه تنفش وصار لونه فاتح، بس يعني لسه كمان يبغاله شوية يدوب السكر زيادة. خلاص زي كده السكر ساح، طفيت النار، ودحين راح أشيل الخليط على جنب، راح أغطيه بالنايلون إلين يبرد تماما. يفضل أحطه في الثلاجة، أبغاه يبرد كويس. شوفوا البايركس اللي كنت أطبخ فيه صفار البيض لقيت إنه مرة حار، فخفت أسيبه يقوم الصفار يتخثر ويصير كتل، فعلى طول نقلته في كونتينر تاني عشان يبرد أسرع وما ينطبخ زيادة. بعد ما برد الصفار رجعته هنا في الزبدية عشان أبدأ أخلطه مع جبنة الماسكربون. الجبنة هذه هي حقة التيراميسو، يعني ما ينفع تستخدموا كيري ولا فيلادلفيا ولا هذه الأشياء، لازم الماسكربون، لأنه قوامها وطعمها وحلاوتها غير الأجبان اللي قلت لكم عليها أول. هنا قلت لكم عندي 6 بيضات، راح احط عليها 1/2 كيلو من الجبنة الماسكربون، راح احطها كلها واخلطها بالخلاط الكهرباء مع شوية فانيليا. وبما انه عندي هنا 6 صفار بيض فراح احتاج لي فانيليا تكون مرة كويسة وجودتها عالية، فحستخدم الفانيليا حقت نهى. تتذكروا البنت اللي طلبت منها البراونيز قبل فترة تبيع هذه الفانيليا في حسابها، راح احط لكم حسابها، مرة فنانة، والله ما راح يكون في زفر. بعد ما خلطنا الجبنة مع صفار البيض خليه على جنب، ونبدأ نخفق كريمة خفق تكون باردة، واهم شيء تكون نسبة الدهن فيها 35%. نسبة الدهن لما تكون عالية في الكريمة تديني قوام مرة كويس، فأنا أحب هذه الشركة لكريمة الخفق، كثافتها كويسة، قوام الكريمة يطلع مرة ممتاز، والدهن نسبة الدهن فيها كمان كويس، طعمها لذيذ. ما هستخدم الخلاط اليدوي، راح استخدم ده الخلاط الكريمة. عندي هنا 2 كوب من الكريمة، وراح أخفقها مرة كويس بالويسك ده، المضرب حق البيض.
مو لازم اصور لكم طريقه الخفق، ما يحتاج. راح نخفقها بس ما نبالغ في الخفق. الكريمه الخفق لما تبالغوا في الخفق راح تنفصل، تصير مويه وزبده، واحنا نخلطها لين نوصل لقوام سميك. خلاص زي كده كفايه، مره كويس كده، خلاص قوامها صار مره ممتاز. الحين راح اضيف الكريمه اللي خفقتها على الجبنه وصفار البيض اللي خلطتهم، ونخلطهم بشويش بالسباتشولا، يعني ما هو بخلاط نخلطهم، نخلطهم. ابوريكم شيء، حدوق الصفار لوحده ترى من جد من جد ما في له ولا نقطه ريحه بيض، اهو هذا الحال بدون كريمه. نكته ما فيها طعم ولا فيها حبيبات سكر، طعمها رهيب. الحين راح نخلطهم بدي الطريقة مرة كويس إلين ما يتجانس، يعني لا تبالغي وانت بتخلطيها. بالله شوفوا يا جماعة القوام كأنها غيمة، يعني شوفوا كيف وانا بقلب حاسة نفسي ادخل جوا من كتر ما هي رهيبة. شايفين الخلط كيف يكون؟ بس حاولوا انه ما تطولوا، بس تتجانس ونبدأ نطبق الليدي فينجر مع الكريمة. خلاص هذه كريمتي جاهزة، قوامها مرة رهيب، فنحطها على جنب ونشتغل في أي صينية انتو تحبوها، مستطيلة، سيراميك، بايركس، أي صينية انتو تحبوها. أنا هستخدم دي، وعندي هذا الليدي فينجرز اللي هو البسكوت اللي عليه طبقة سكر، تلاقوه جاهز في السوبر ماركت، قسم البساكيت حقت قسم البسكوتات يعني. عموما أنا هذه الماركة اللي أنا استخدمتها لأنه هي الوحيدة اللي لقيتها في بنا. طيب إيش راح نسوي؟ هذه الإسبريسو اللي سويناها، راح نحط الليدي فينجر جوتها بس بشكل مرة سريع، لا تخلوها تبشبش، يعني لا تخلوها وقت مرة طويل يصير التيراميسو مرة مبشبج ومو طعم، يعني هو كمان ما ينفع كده، خلاص سريع سريع ونحطها هنا، يعني لو تخلوها تطول زيادة مرة ما يصير كأنه سيريلاك. خلاص حطينا أول طبقة من الليدي فينجرز، الحين راح نحط طبقة من الكريمة اللي سويناها ونمدها، ونرجع نحط طبقة تانية ونمدها، والطبقات حسب ما تحبوا، تبوها طبقتين تبوها أكتر زي ما تحبوا. أنا حشوف كم حيطلع معايا. هذه الطبقة الثانية أعتقد إنه خلاص طبقتين كفاية. راح أحط الكريمة وأدخلها الثلاجة، راح أغطيها بالنايلون أدخلها الثلاجة إلين تبرد تماما. أنا بكرة حفكها إن شاء الله، وعند التقديم نرشها بكاكاو بودرة وبس كده خلصنا. تخيلوا قد ايش الطريقة سهلة ومرة لذيذ، تقدروا تسووه بدون اي مشاكل. اهم شيء طبخ البيض، اهم حاجة طبخ صفار البيض ما يكون درجة حرارة عالية، حتى البخار ما يكون طول الوقت وبيغلي مرة كتير يقوم يتخثر البيض. اهم شيء انه البيض ما ينطبخ درجة حرارة عالية عشان لا يطلع ريحة ويصير طعم التيراميسو.